كده يا حلو. على راسي. بص العربيه البيضة دي اعمل بروفا معاها كده هتلاقيها جايه لك. اكسل. لا ما تخافيش، هو عارف اني ممكن اغش في اي حاجه ما عدا الشغل. انا سايبها العربيه بيه، عايزك في المكتب. ده الحلم الوحيد اللي فاضل لنا ومش هنقدر نأجله أكتر من كده. قصدك مش هنقدر نعيش من غيره؟ أنت عرفنا على واحد عينه زيغة كتير، حطني براسه من أول مرة شفتني فيها. أنا عارف إنه عينه زيغة. أنت مش عارفة أنت شغالة فين ولا إيه؟ أنت شغالة في مجموعة شركات آر إتش. مين آر إتش؟ أنا ربيع حمزة. يا ربودي اللي عملته معايا يأكد لي انك لا يمكن تقتل حد خالص. طب فين يا دول؟ ده كلام خطير يا هبه. هادي الحقيقه. هناخد بس الجمله الاخيره تاني. الهزار خلص لحد كده. من مربيتك يعني عايزني اسيب القاتل واتجوز اللي حرضه على القتل؟ بابا انا بحب انجي وعايز اتجوزها. وانا مش موافق على الجوازه دي، ولا يمكن هناسب اللي اسمه كمال عبد الرحيم. اكشن. عايز دكتور في محضر رسمي انك كنت بتتخانق مع اختك. يا معتصم اللي انا بقوله ده هو الحقيقه، هي بتحاول تدل عليه. تبان عليك عايز تتربى من اول وجديد. انا كنت خايفه قوي يا عارف، كنت حاسه اني لوحدي. ما تخافيش، ومن هنا ورايح مش عايز اسمع كلمه الخوف دي ابدا وانت معايا، وعايزك تبقي متاكده ان عمري ما هسيبك ابدا ابدا. هي دي الصفقه، انت هتخلي ابوك يطلعني وانا افضل كاتب سرك، مش كده؟ ايوه يا علي، بس لغايه ما انا كمان اعرف سرك. طب انا يا دكتور مش هوصيك بقى، احنا ما ينفعش جنس مخلوق يعرف ان احنا هنا. علي اطمن، ريما خبرتني كل شيء. يعني هبه مش ممكن تكون راحت قالت لربيع ان احنا في لبنان؟ هبه مش ممكن تواجه ربيع من بعد ما سابته وراحت لكمال عبد الرحيم. انا عندي كمان خبر هيفرح سعادتك قوي. احلى حاجه فيك ده كده، خصوصا وانت عينيك بتلمع كده. واحلى حاجه فيك انك لسه بتحبني رغم العذاب اللي عذبته لك. حتى عذابك ما بقتش اقدر اعيش من غيره. ياسمين فاهمه ان علي بيحبها. ما بيحبهاش اكتر مني. انت طلبت تتجوزني وانت عارف اني بحبه. يلا ميك اب ميك اب. حد يحط ايده في بوق الاسد برضو؟ عادل المليجة عمره ما كان اسد، طول عمره مستخبي ورا النجوم اللي على اكتافه والطبنجة الميري اللي ما يستحقش اساسا انه يمسكها. انا خلاص هخش دلوقتي الم هدومي ومش هتشوف وشي مره تانيه. انا خلاص امنت ان البلد دي كلها بتاعتكم انتوا. بلاش كلام المثقفين الاجور ده وخليك معايا تكسب. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يعينك يا ريما، كنت بالاول عم تخدميني هلا صرت عم تخدم اثنين، يعني قبلت اعتذاره؟ من بعد ما طلع زكي وبعتك انه شو متفوره؟ اللي عايزك تعرفه ان مصلحتك في انك تتقي شري وما تهوبش هنا تاني. ماشي يا باشا. احنا ما بنعملش الناس، احنا بنعمل ربنا. كل ده عشان تخلي ياسمين تكرهني وتقبل تتجوزك؟ انت ما كنتش تقدر تتحداني. يعني جد ما تتخيلوا قد ايه مشتاق للبنان ولليل لبنان. كده يا سايبه يا محمد؟ مالكش دعوه بامي. بطل اسلوبك ده بقى يا اخي. ليه عملت هيك؟ شفقان على ربيع حمزاوي؟ اللي يسخف عليا اسخف على اخي.